مبادرتنا الشعبية ما بتقفش أبدا، انطلقت مبادرة بعنوان أنت متطوع. المبادرة دي بتستهدف تدريب 2000 شاب متطوع في محافظة الإسكندرية عشان يكونوا عناصر فاعلة في خطة التنمية المجتمعية اللي موجودة في إسكندرية. عايزين نتعرف على تفاصيل أكتر عن هذه المبادرة من الأستاذ رامي يسري، مؤسس مبادرة أنت متطوع. صباح الخير عليك يا أستاذ رامي. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا وكل الشعب المصري الجميل. يا اهلا بيك. في البدايه لو توضح للساده المشاهدين اهميه هذه المبادره وما تقوم بها. والله فكره المبادره جت بعد تدشين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عام المجتمع المدني. احنا بدانا كشباب او كمجتمع مدني او كجمعيات اهليه بقى في اسكندريه ننزل ونشتغل اكتر في الشارع، لقينا دعم زياده من الاجهزه التنفيذيه، من المحافظه، من وكلاء الوزارات في اسكندريه، بدانا ان احنا نشتغل. فواجهنا حاجه صعبه كده من سنه، ان السنه اللي فاتت لقينا ان ريت المتطوعين معانا قل جدا. يعني احنا ايام كورونا اللي كان فيها حظر تجوال وكان فيها مشاكل في العالم كله، مصر ضربت مثال كبير قوي في مجال التطوع، بدليل ان العالم كله اتكلم ان كان في شباب بتعرض نفسها على الانترنت، بتعرض نفسها ان هي تجيب اسطوانات اكسجين وتوزعها، بتعرض نفسها ان هي تساعد، تعرض خدماتها دائما. نعم. الناس المريضه. فبعد كورونا وبعد الموضوع ده عدد المتطوعين قل جدا معانا. فبدانا قلنا ليه ما نفكرش ان احنا ندرب مجموعه جديده من النشأ بقى من سن 13 سنه ونبدا معاهم، او حتى ناس كبيره ويبداوا يشتغلوا معانا، ونبدا ان احنا نوضح قيم التطوع ونوضح كمان ليهم فائده الحاجات التطوعيه او الانشطه التطوعيه عليهم كحياتهم في شغل. مثلا ان الشركات الانترناشونال حاليا لما بتطلب سي في عمل تطوعي، لو منحه خارجيه بتطلب من الشباب سي في عمل تطوعي، لو حد مسافر بره مصر يشتغل او جوه مصر حتى في شركه كبيره مطلوب منه ان هو يكون ليه سي في عمل تطوعي، اللي هو بمعنى اصح بوضح ليه الكلام بقى اللي احنا بنحطه في اخر السي في، الشغل تحت ضغط، الشغل ضمن فريق العمل، الكلام ده كله. فالكلام ده انا ممكن اوضحه من غير ما انا اكتبه ويبقى في حاجه رسمي عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو شهاده التطوع او شهاده ان انا اشتغلت في مجال العمل التطوعي. فبدانا ان احنا نتعاون مع بعض وندرب مجموعه من الجمعيات، من شباب الجمعيات او من مسؤولي الجمعيات، ازاي يبداوا يجتذبوا المتطوعين ليهم وازاي يبداوا يشتغلوا كشغل جاد في الشارع. فبدانا بتدشين مبادره واي في يو ار فولنتير، انت متطوع. طب انا قبل ما نسمع المبادرات عايزه اعرف بس حاجه، المبادره دي كل الشباب اللي شغالين فيها فقط بيهدفوا لدعم المجتمع السكندري بس؟ يعني انتوا شغالين في نطاق اسكندريه ولا في نطاق المحافظات اللي حواليكم، ولا انتوا بتعملوا ايه؟ هو احنا كان المرحله الاولى بتاعتي ان انا هدرب 2000 متطوع في اسكندريه، لان اسكندريه زي ما حضرتك عارفه برضك فيها ازمه كده كبيره شويه اللي هي ازمه التغيرات المناخيه. فاسكندريه عندنا من ضمن المحافظات المهدده بالكوارث. فبدانا نفكر احنا هندربهم على مجال التطوع في الاول، وبعديها هندربهم على مجال ان احنا لا قدر الله حصل اي ازمه او كارثه نبقى احنا في اسكندريه في شباب مستعدين لمساعده الاجهزه التنفيذيه. بس لما بدانا نشتغل على الموضوع ده او بدانا نفكر في الموضوع ده وبدانا ان احنا ننزله بقى على الانترنت وعلى السوشيال ميديا وكده، بدا يجي لنا تفاعل من محافظات ثانيه ان الناس حابه ان يتعمل لهم تدريبات في الموضوع، او ان هم ياخدوا باكج التدريب بتاعنا ويبداوا ان هم يدربوا الشباب عندهم والمتطوعين عندهم على الموضوع ده. وان شاء الله احنا يعني انا هدفي في اسكندريه، يعني هي تعتبر صدقه علم، فهدفي في اسكندريه 2000 متطوع. بس والله يعني لو وصل لمليون متطوع في مصر فاحنا يعني حلم كبير بنحلمه ان كل الناس تبقى متطوعه. طبعا يا استاذ رامي. طيب طبيعه المجالات اللي بيشارك فيها الشباب بالعمل التطوعي ايه في محافظه الاسكندريه؟ وهل العدد بدا يرجع تاني زي ما انت كنت بتقول ان احنا لقينا ان في تراجع العام الماضي لكن بدانا نزود العدد؟ كان مهم نعرف ايه سبب التراجع عشان نشتغل عليه وبالتالي تزيد القاعده الشعبيه من الشباب المتطوعين او اللي بيشتغلوا في العمل التطوعي بشكل عام. تمام يا فندم. احنا لما بدانا نشتغل في موضوع التدريب، احنا بدانا المجموعه الاولى كانوا 50 فرد. يعني مجرد ما خلصنا بداوا الناس يشوفوا صور اول 50 فرد، احنا سجل معانا 100 شاب وفتاه تانيين عشان يبداوا المرحله الثانيه معانا اللي هنبداها في شهر فبراير. فمعنى كده ان في 150 متطوع زادوا جداد.
تمام. طيب انا لو فكرت بقى في المجالات اللي بنشتغل فيها في اسكندريه، انا كرامي او المجموعه اللي هي كانت بتتطوع معايا في المبادرات اللي احنا بنعملها، احنا اشتغلنا على اهميه المشاركه في الانتخابات، وحشدنا اكتر ب 150 الف شخص وجهناهم ان هم يشاركوا في انتخابات الرئاسه السابقه. احنا اشتغلنا مع الاداره المركزيه للسياحه والمصايف، واحنا اللي كنا موجودين معاهم في شاطئ المكفوفين، وكنا موجودين معاهم في انشطه ليالي الاكراميات اللي نزلت خلال السنين السابقه. اشتغلنا مع وزاره الصحه ايام كورونا، وكنا اول ناس عملنا تسجيل على منصه وزاره الصحه لاهميه التسجيل باللقاح. اشتغلنا مع مديريه الشؤون البيئيه، وكنا موجودين مع معالي وزاره البيئه في يوم البيئه العالمي السنه اللي فاتت في الاحتفاليه اللي اتعملت في الشواطئ، وعملنا اكثر من 10 حملات تنظيف لشواطئ اسكندريه. بجانب ان احنا بقى بنشتغل طبعا على الانشطه اللي هي الخيريه، الاغذيه، الشرب، العمليات، الحاجات دي. بجانب ان احنا عندنا في اسكندريه جروبات الواتساب، ما اعرفش هي موجوده في باقي المحافظات ولا لا، بس احنا يعني معانا ناس في اسكندريه بتشتغل على جروبات الواتساب دي مع معالي محافظ. يعني الحمد لله، يعني نفق الدوله، التكافل وكرامه، خدمات انسانيه، صرف مشاكل كهرباء، الحاجات دي كلها بيحلوها في اسكندريه. فاحنا عندنا المجتمع المدني في اسكندريه اليومين دول في طفره كبيره. طبعا ده يعني ايه، بفضل الدعم اللي احنا لاقينه، يعني لاقيين دعم كبير. نتمنى انها تستمر، ونتمنى ان يكون في نتاج اكبر للمجهود اللي انتم بتبذلوه. كل الشكر ليك الاستاذ رامي يسري، مؤسس مبادره انت متطوع. شكرا جزيلا ليك.